مساء الخير. بسط انقسام الأطراف الليبية الأرض واسعة لتغول القوى الأجنبية، تأتي على رأسها القوات الروسية التي ازدادت تعمقا منذ أشهر، حينما كشف عن تشكيل الفيلق الروسي الممول بشكل مباشر من السلطات الروسية الوجود الروسي في جنوب شرقي ليبيا بات مصدر قلق غربي، خاصة فرنسا التي أرسلت سفيرها الأسبوع الماضي تزامنا مع تقارير أمريكية عن تجهيز موسكو لمنصة بحرية في ميناء طبرق تطل على المتوسط. إذن وإن صحت بيانات التقارير فإننا أوشكنا على الجزم بأن ليبيا أصبحت بوابة روسيا لإفريقيا أمام مجالس وحكومات تسمي نفسها سلطة شرعية وتشريعية. أرحب بكم في وسط الخبر. رصدت دراسة أوروبية تعد الأولى من نوعها التغييرات الجديدة بعدما حل الفيلق الأفريقي مكان شركة فاغنر في الشرق الليبي، وذلك إثر وفاة مؤسسها يفغيني بريغوجين في أغسطس من العام 2023، كاشفة استمرار الاستعانة بالمرتزقة السوريين في شرق ليبيا. لكن جرى إنشاء مركز تدريب يقوده 4 روس قرب بنغازي. وقال دراسة للمعهد البولندي للسياسة الخارجية العام تحت عنوان فيلق أفريقيا نسخة جديدة من الوجود العسكري الروسي، قالت أن عدد العسكريين الروس في ليبيا قدر في بداية عام 2024 بنحو 800 مقاتل، لم يظهر أي نشاط مباشر لهم. لكن بحسب تحقيق فرنسي كانت هناك عملية إعادة انتشار مكثفة لهؤلاء الأشخاص المرتبطين بالجيش الروسي في ليبيا خلال الأشهر القليلة الأخيرة، ونتيجة لذلك في أواخر أبريل وأوائل مايو وصل عددهم إلى 1800 عنصر. وفي أبريل وصلت كميات كبيرة من الإمدادات العسكرية الروسية تقدر ب 6000 طن إلى ميناء طبرق قادمة من طرطوس السورية، وجرى إعادة نشر بعض المقاتلين من الفيلق الأفريقي الذين وصلوا حديثا إلى ليبيا في النيجر. أما بالنسبة للمرتزقة السوريين فقد وزعوا بمعدات عسكرية على 10 مواقع على الأقل شرق ليبيا، بما في ذلك الخروبة والخادم والجفرة والطبرق وأجدابيا وودان والمرج. وبيّن المعهد البولندي كيف ترافقت الزيادة في عدد القوات مع إطلاق مقاربة سياسية روسية جديدة في ليبيا، فبالتزامن مع هذا التحرك كثفت موسكو الاتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إذ ترغب روسيا في تحقيق المصالحة بين الأطراف المتناحرة وإعادة توحيد ليبيا بحكم الأمر الواقع. ولفتت دراسة إلى محاولة الغرب معارضة الدور الروسي بدوافع دينية أو عرقية، مستدلاً بالمفتي السابق الصادق الغرياني الذي قارن وصول الروس إلى ليبيا بالغزو الفرنسي للجزائر والغزو البريطاني لمصر. وعموماً لم تضعف وفاة بريغوجين وجود روسيا في منطقة الساحل، بل عززت من خلال الفيلق الأفريقي الذي يوصف بأنه جوهر سياسة موسكو. فقد سيطر جهاز المخابرات العسكرية في موسكو ودائرة الأمن الاتحادية للاتحاد الروسي ودائرة الاستخبارات الخارجية على عمليات فاغنر، وأسهمت في خلق الجهاز الجديد. أرحب بكم مجددا مشاهدينا، اسمحوا لي أن أفتح النقاش وأرحب أيضا بضيوفي رامي القيلوبي أستاذ زائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد، أيضا دكتور محمد درميش الباحث السياسي، وأيضا دكتور عبد الله حديد عضو مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، وشكر موصول أيضا. أرحب بك سيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب. أشكركم ضيوفي الكرام على تواجدكم في هذه المساحة. أبدأ معك دكتور عبد الله حديد، يعني تقارير صحفية فرنسية وأمريكية وأخرى بريطانية يعني تنشر بشكل يومي وترصد التحركات الروسية والدخول التدريجي لجنود الفيلق الإفريقي الذي يتخذ ليبيا كنقطة عبور له. تتحدث التقارير عن وصول ما لا يقل على 1800 عسكري روسي لليبيا في الأسبوعين الماضيين فقط، أرسل بعضها للنيجر، وأيضا تتحدث التقارير عن نقل شحنات أسلحة روسية من سوريا إلى ليبيا. بداية، ما مدى منطقية هذه التقارير حسب رأيك؟ وما هو وجه يعني الفرق بين الفاغنر والفيلق الإفريقي؟ يعني ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدها روسيا بهذا التغيير؟ أولا مساء الخير، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. لا شك أن الوجود الروسي في ليبيا لا يمكن قراءته منفردا
عن الواقع أو التغيرات الدولية والإقليمية التي تحدث في المنطقة بشكل كبير وكبير جدا بل متسارع، وخصوصا إذا ما اتخذنا في عين الاعتبار ما حدث في أوكرانيا وما حدث كذلك في غزة وفلسطين. إذا هذه تداعيات هي لا شك أن لها أثرا ووجودا كبيرا فيما يتعلق بالملف الروسي في ليبيا. أيضا حينما نتحدث عن الوجود الروسي في ليبيا لا يمكن أن نغفل بناء ليبيا الحديثة، لأن ربما لا أتحدث عن نقطة في 69 أو في 2011، ربما حتى أرجع إلى تأسيس الدولة الليبية ابتداء، حيث كانت هناك لهم كان هناك وجود بطريقة ما. الوجود الروسي في ليبيا ابتدأ هشا ضعيفا ثم تصاعد ودخل في حرب واضحة في بركان الغضب في الاعتداء على طرابلس، ومؤخرا أصبح وجودا رسميا. المهم في هذا السياق الذي حينما نلحظ الوجود الروسي العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على هذا الوجود، سواء العوامل الداخلية أو العوامل الخارجية. العوامل الداخلية لعل من أبرزها ما أشار إليه التقرير، بعض الأبعاد الدينية لهذا الوجود، كذلك بعض الأبعاد الاجتماعية لوجوده في ليبيا. لكن لعل المهم والمهم جدا أن الوجود الروسي استطاع أن يصل البحر المتوسط بالعمق الأفريقي بشكل مباشر دون أي عبور عن حدود أخرى، وهذا الأمر يبدو أنه لم يحدث منذ مدة، وخصوصا إذا استحضرنا أن الوجود العسكري في ليبيا منذ التاريخ، يعني في ليبيا الحديثة أتحدث، دائما كان له أثر وتأثير بشكل مباشر جدا. لا أتكلم ربما حتى عن الجوانب الأمنية بل حتى البعد الأكثر من ذلك في تقسيم البلاد أو تقسيمها إلى 3 ولايات إلى غير ذلك كما يخبرنا التاريخ بذلك. إذن هذا الوجود الروسي في ليبيا لا شك أنه مرتبط كذلك بالتغيرات التي حدثت في الحزام الأفريقي المحيط بليبيا، ما يحدث الآن في السودان، ما حدث في النيجر وتشاد وفي وسط أفريقيا. أيضا لا يمكن الحديث عن الوجود الروسي وإغفال ما تقوم به بعض العصابات الإجرامية وانتشار الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، هذه كلها أمور مرتبطة. إذن حينما تتحدث السياسة الروسية في وجهة نظري خاصة حينما وجدت يعني واستطاعت أن تجعل خطا مستقيما من سرت فالجفرة فبرك الشاطئ ثم الهند وصولا إلى الحدود الليبية وربطها ببعض الدول الإفريقية، إذن هذا لا شك أنه مهم وسيأخذ في عين الاعتبار كل ما تحدثت عنه سابقا، وخصوصا أننا نشهد تغييرا على مستوى العالم في توازن القوى الدولية. صحيح، وهذا ما ربما يدفعنا للسؤال عن الاستراتيجية التي ستتبعها روسيا اليوم. يعني هناك تغيير ما بين فاغنر واليوم هناك فيلق أفريقي بزي رسمي إن صح التعبير. نعم، هناك الاستراتيجية، المراقبون يتحدثون عن نوعين من الاستراتيجية، إما أن الوجود الروسي في ليبيا وجود تكتيكي سيكون مدخل لأمور أخرى، أو أنه سيكون قد تكون هي بداية الانطلاقة بعض المواجهات غير مباشرة مع بعض القوى الدولية. هناك بعض المراقبين يرجح أنه ستكون هناك اشتباكات، وهذا الأمر إلى هذا الوقت هو بعيد إلى حد كبير. يعني أنا شخصيا أستبعد أن تكون هناك مواجهات مباشرة مع بعض القوى الدولية الموجودة على النقطة التي تساءلت عنها. اسمح لي سيد دكتور عبد الله أذهب بها لسيد رامي. سيد رامي، يعني هل ستتعامل روسيا مع الفيلق الأفريقي بنفس الاستراتيجية التي تعاملت بها مع الفاغنر؟ يعني كما تعلم نهاية الفاغنر كانت مأساوية، يعني قائد الفاغنر أقصد كانت نهايته مأساوية. يعني هناك من قال إن تمردع لبوتين هو فشل للرئيس الروسي. هل سيستطيع بوتين اليوم أن يسيطر وينجح في قيادة فيلق أفريقي متعدد الجنسيات وبالتالي أكيد متعدد الولاءات؟ تنهيض عن هذا السؤال لابد أن نذكر عدة نقاط، ومنها مثلا أن شركة فاغنر العسكرية الخاصة كانت تزاول أعمالها في أوكرانيا على مقربة مباشرة من الحدود الروسية، فبالتالي عندما قاد مؤسسها يفغيني بريغوجين تمردها
فهذا فعليا اثر على الاوضاع في الداخل الروسي، لكن فعليا حتى اذا كانت المجموعات المنتشره في افريقيا مشكوك في ولائها للكريملين، فهي غير لا تستطيع ان تنظم مسيره العداله كما كان يسميها بريغوجين نحو موسكو. ثانيا فعليا ذكرت ان شركه فاغنر كانت لها نهايه مأساويه، النهايه المأساويه كانت لبريغوجين بشخصه وانصاره، لكن فعليا شركه فاغنر تم تأميمها واخضاعها لوزاره الدفاع الروسيه، وهي فعليا عناصرها نعم، ما حدث اعتقد هو اعاده هيكله للقوات فاغنر، اليس كذلك؟ نعم فعليا إعادة هيكلة والتأميم، لأن روسيا استخلصت درسا من واقع تمرد فاغنر الذي ستحل ذكراه الأولى بعد أيام معدودة، أنه لا يجوز وضع الأسلحة والدبابات تحت تصرف القطاع الخاص الذي قد ينقلب على الدولة يوما. يعني ما الذي يضمن لروسيا اليوم عدم تكرار نفس سيناريو بريغوجين؟ أولاً الآن المرتزقة أو الشركات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تخضع لوزارة الدفاع بشكل مباشر، أما في أفريقيا فحتى إذا حدث نوع من التمرد فهو لن يستطيع الوصول إلى الأراضي الروسية بأي حال من الأحوال. واضح. طيب اذا معك دكتور عبد الله حديد، يعني دكتور محمد درميش. دكتور محمد، نفس التقرير نقل عن مصدر عسكري ليبي قوله انه لم يرى مثل هذا النشاط من قبل، واصفا التطورات الاخيره بانها تحولات جذريه، وان هناك شيئا كبيرا يجري على قدم وساق. هل اصبح الشرق والجنوب الليبي رسميا مطبخا للعمليات العسكريه الروسيه المتمثله في الفيلق الافريقي؟ ويعني كيف نستطيع حصر الاعداد الحقيقيه التي تتحدث عنها كل هذه التقارير؟ الصراع الدولي والإقليمي منذ مراحل سابقة، فروسيا كدولة عظمى تبحث على مناطق نفوذ لزيادة قوة التفاوضية معها على طاولة المفاوضات مع القوى العالمية المناظرة لها في مجلس الأمن مع الدول الخمسة. وبالتأكيد أنتم زي ما تشوفوا تو الآن المنافسة ما بين أمريكا وروسيا على الساحة الليبية فالآن في أشدها. فطبعا روسيا عندها أحلاف وعندها لاعبين إقليميين ومحليين، وأمريكا عندها أحلاف ولاعبين إقليميين ومحليين، فكل من روسيا وأمريكا الآن تسعى لبسط نفوذها في منطقة شمال أفريقيا، لأن ليبيا زي ما تعرفوا منطقة مهمة موجودة في قلب العالم، هذه مهمة لكل الدول العظمى التي تملك القوة وتبحث عن النفوذ والسيطرة. فطبعا زي ما أمريكا تبحث عن النفوذ والسيطرة لبسط نفوذها وكسب نفوذ على طاولة المفاوضات، بنفس الشيء في القوة المناضلة لها روسيا تبحث عن بسط نفوذها لتحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات مع القوة المناضلة لها لأمريكا. فطبيعة الحال الأذرع الإقليمية والحلفاء لروسيا تستغلهم، بالإضافة إلى الأذرع المحلية في ليبيا، بالإضافة إلى زي ما تعرفوا أنتم الأذرع الإقليمية الآن في وسط وغرب أفريقيا أصبحوا الآن قوة لا بأس بها موالية لروسيا، فروسيا تبي تحقق وتعظم مكاسبها في هذا المكسب اللي حققته لزيادة بسط نفوذها وبحث منفذ نفوذ يسمح بتدفق الدعم والمساندة لهذه القوة في وسط وغرب أفريقيا، وفي نفس الوقت دكتور محمد تنافس وفرنسا لزيادة بسط نفوذها لمنافسة هذا المنافس من القوى العالمية اللي هي الدولة الروسية. طيب اذهب الى ضيفي، اذهب الى ضيفي، اشرك ضيفي سيد فتحي الشبلي. هذه التقارير صدرت عن دول لها عداوات معلنه مع روسيا، وعدا عن الولايات المتحده الغريم التقليدي لروسيا، هناك فرنسا التي سحب من تحتها بساط افريقيا واتهمت روسيا بدعم وخلق الانقلابات والتمرد في القاره السمراء. ما حقيقه هذه التقارير؟ هل هي برايك مبنيه على معلومات واقعيه؟ وهل تخاف هذه الدول ألا تكون ليبيا فقط عبور كما يعني يروج اليوم، بل تكون نقطة ارتكاز؟ أولا سيدتي تحية تقدير واحترام لك وللفريق الفني المصاحب لك هذه الليلة والسيد المخرج، ولا أنسى المعد الرائع الأستاذ أحمد عراق.
سيدتي، بغض النظر عن هذه التقارير إن كانت حقيقية أو غير حقيقية، إن كانت مبنية على معلومات حقيقية أو غير، نحن سبق لنا أن نبهنا إلى خطر محدق بليبيا، خطر أن تتحول ليبيا إلى ساحة صراع دولي. سيدتي أنت وضيوفك يدركون أنه انتهت الحرب الباردة ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي بتفكك الاتحاد السوفيتي، والتحالف الصهيوني المسيحي الإنجيلي الذي يسعى إلى سيادة العالم والسيطرة على العالم بأكمله لتحقيق تلك الخرافة التي يبنون عليها هذا التحالف، وهي عودة المسيح وإقامة الهيكل على أنقاض القدس، هو يندرج في هذا الإطار. الآن لم تعد الحرب باردة، بل أصبحت حرب حقيقية بدخول القوات الروسية إلى أوكرانيا منعا لتمدد حلف شمال الأطلسي إلى الحدود الروسية وإقصاء معادلة الرعب النووي. هذه هي الحقيقة. اليوم هناك صراع لسيادة العالم. هذا الصراع أصبح صراعا في، ليس في أوكرانيا فقط، بل الدبلوماسية الروسية والقوات الروسية والقوات الغربية الآن تعمل على التمدد في كل مكان حتى تستطيع أن تنهي الحرب الأوكرانية بنصر لإحداهما. ما يهمنا في هذا الموضوع، وسبق وأن نبهنا، إن التواجد الروسي في شرق ليبيا هو تواجد حقيقي، وأن هناك تقارير صدرت عن مراكز دراسات استراتيجية محايدة منذ 6 أشهر تؤكد أن روسيا تسعى إلى الوصول إلى قاعدة بحرية في المياه الدافية. وهذا يعني إن استطاعت روسيا، وما زيارات السيد نائب وزير الدفاع الروسي المتكررة إلى بنغازي إلا خير دليل على ذلك، أن نائب رئيس وزير الدفاع الروسي يقوم ب5 أو 6 رحلات إلى بنغازي في وقت محدود، هذا يعني أنهم يعدون إلى أمر كبير. وهناك معلومات أن القوات الروسية، ونحن لم نعد نقول فاغنر ولا فيلق أفريقي، المتواجد الآن على الأراضي في شرق ليبيا وفي القواعد الجوية الموجودة في جنوب ليبيا، هي قوات روسية رسمية تعمل أولاً على كنس التواجد الفرنسي الأمريكي من أفريقيا، وتعمل على تثبيت أقدامها في ليبيا. وجود قاعدة بحرية مناظرة لقاعدة طرطوس، القاعدة البحرية في طبرق أهم من قاعدة طرطوس 10 مرات استراتيجيا، لأنه سيصبح كل قواعد النفط في أوروبا تحت رحمة هذه القاعدة. وأن معادلة الزمن بالنسبة للصواريخ الاستراتيجية التي كانت تقوم على 5 أو 6 دقائق ستنخفض إلى 1 أو 1.5 دقيقة. وهذا الخطر الذي نبهنا له. نحن لا نتكلم عن 1500 أو 1700 جندي من الفيلق الأفريقي أنهم يذهبوا إلى أفريقيا. هذا التواجد، هذا التمكين للروس في ليبيا، الروس لن يخرجوا والأمريكان لن يسمحوا، وبالتالي ستتحول ليبيا إلى أرض لمعركة بالإنابة. هم لن يقاتلوا بعضهم البعض، ولكن سيدفع الليبيين لقتال بعضهم البعض، مستغلين هذه الهوة ما بين الشرق والغرب، مستغلين أطماع السيد حفتر في الوصول إلى رئاسة الدولة. وبالتالي هذا ما نقوله، لقد تم بالتضحية بأوكرانيا التي هي من أجمل وأروع المدن في الدول في أوروبا، أكبر منتج للقمح، أكبر منتج للأسمدة، بلاد جميلة، سمحوا بأن يكون هناك دمار وتهجير وقتل في وسط أوروبا. من أجل إيش؟ من أجل أن أحدهم يستطيع أن يمسح الآخر ويحكم العالم ويصل إلى تطبيق هذه الخرافات التي يكتبونها كل يوم. للأسف نحن إلى حد هذه اللحظة الليبيين لم يستفيقوا
لم يعد الآن هناك قصة الوصول إلى الانتخابات أو الصندوق أو تشكيل حكومة أخرى. الآن هناك خطر داهم على الأراضي الليبية، وهو أن تتحول ليبيا إلى أرض معركة بالإنابة. طيب، وهذا يعني الخطر الحقيقي حضرتك تقول سيد فتحي هو في الـ يعني القاعدة البحرية والتي سيتم إنشاؤها على البحر المتوسط هناك في طبرق. هذا ما سيؤدي ربما لمواجهات مباشرة بين هذه الأطراف الذي حضرتك تحدثت عنها. أذهب أشرك ضيفي سيد دكتور عبد الله حديد، يعني حسب ما يتم تداوله روسيا تجهز لمنصة بحرية لها في ميناء طبرق تطل على البحر المتوسط، ما مدى واقعية إنشاء قاعدة بحرية روسية تطل على هذا البحر؟ ألا يهدد ذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، خاصة أن بعد ما خسرت الولايات المتحدة أهم قاعدة لها في النيجر هي قاعدة أجاديز؟ نعم، هو يعني قبل التحدث عن ذلك ربما تم الإشارة عن لفرنسا أكثر من مرة وعلاقتها بالوجود الروسي، وربما أنا لعل يعني ابتداء نقول أن الوجود الفرنسي هو الذي سمح بوجود روسيا على أرض ليبيا، يعني لأننا نعلم جميعا أن المشروع الذي كان يقوده حفتر يعني كان من وراء مصر وفرنسا، وهذا سوء الإدارة هو الذي سمح بوجود الروس وتدرج واستمر إلى ما نراه اليوم. أيضا قضية أن تكون هناك قاعدة روسية في المتوسط أمر هو من جهة لا يستبعد، وخصوصا في ظل الهشاشة السياسية الموجودة، وخصوصا أن المعلومات الواردة أقل شيء يعني من بعض المتابعين بشكل مباشر على أرض الواقع أن الروس لم يعودوا ينظروا لأي سيادة ليبية حتى في المنطقة الشرقية على الإطلاق، يعني هناك بعض القواعد الروسية تمنع وتحظر على أي ليبي من الدخول إليها ولو بإذن، يعني وبعضها محدد بالإذن وبعضها مفتوح للعموم. إذن هذا الوصول إلى هذا المستوى لا يمنع من وجود قاعدة، لكن حينما ألاحظ الوجود التركي والتقارب التركي الآن الموجود في المنطقة الشرقية ودخولهم سواء اقتصاديا او في دخول حركه الاستيراد والتصدير وكذلك المشاركه في بعض الملفات، قد يجعل من الامر انه لا يزال مبكرا الحديث عن ذلك الامر بشكل واقعي جدا، وخصوصا ان هناك التقاء نقاط وافتراق نقاط اخرى موجوده بين الروس والاتراك في عده مناطق في العالم، ليس في ليبيا فقط، يعني في سوريا او في العراق او في تركيا او حتى في بعض المواقع البحريه. كذلك الوجود الروسي اليوم في النيجر هو موجود في نفس القاعدة مع الوجود الأمريكي، مما ربما يشير إلى أن نقطة الاشتباك أو تصعيد الموقف قد تبدو بعيدة نوعاً ما، لا أدري ما الظروف التي قد تسارع في ذلك. هو اليوم الوقت يعني صراحة هو حرج جدا، وقد تنبئ وقد تأتينا الأخبار يعني بما لا نتوقعه أحيانا، لكن لا شك أن الوجود الروسي يحتاج إلى تأمين أن الروس يحتاجون إلى تأمين وجودهم في ليبيا، سواء بالوجود في بعض المناطق المهمة على الأرض أو عن طريق البحر. لكن وجهة نظري إلى الآن لا يزال الحديث مبكر عنها، وخصوصا في وجود الأتراك الذين وإن كانوا هم يروجون أن وجودهم بشكل دولة تركية، لكن لا يمكن الحديث عن وجود تركيا بعيدا عن حلف الناتو، وخصوصا أنهم استطاعوا أن يكونوا شيئا إلى حد ما مقبول في أو أقصد عفوا إلى حد ما مؤثر في الوجود الليبي في الغرب الليبي، ومؤخرا وجدنا الشرق. لكن من المهم جدا كذلك ملاحظة وقد أشير إلى ذلك في التقرير الوجود الدبلوماسي الروسي في المنطقة الغربية وتعيين السفير الجديد وهو شخص مخضرم وهو قريب من المطبخ الروسي بطريقة ما، إذا لا شك أن تصعيد الموقف قد يكون مستبعدا نوعا ما، قد يكون مستبعدا نوعا ما في عند استحضار مثل هذه أو استحضار هذه السياقات التي تحدثت عنها. طيب، أذهب إلى ضيفي سيد رامي، يعني ما مدى واقعية أن تتحول ليبيا اليوم إلى يعني حرب قوى وصراع النفوذ بين روسيا وحلفائها في أفريقيا وأيضا من جهة وواشنطن وحلفائها في الغرب؟
بداية ليبيا قد تحولت إلى هذه الساحة منذ سنوات، وتحولت إلى ساحة الصراع النفوذ بين الإقليميين والدوليين، ولكن الآن ربما الوضع مختلف بعض الشيء، وأنا أتوقع أن هذا الصراع لن يتسع لأن روسيا الآن أولويتها القصوى هي الحرب في أوكرانيا وتحقيق الأهداف. كذلك إذا نظرنا إلى الدور الروسي في الشرق الأوسط، ف فعليا سوريا هي الدولة الوحيدة التي يمكن القول إن روسيا هي اللاعب الدولي الرئيسي، أما ليبيا فهي ساحة للنفوذ متعدد الأطراف، وأنا أعتقد أنها ستتصدر المشهد في الفترة المقبلة. نعم، طيب أذهب معك دكتور محمد درميش. يعني أنباء تتحدث عن انتشار لعناصر الفيلق الإفريقي بشكل رسمي في النيجر بعد توقيع اتفاق تعاون عسكري بين نيامي وموسكو بعد أسابيع من المفاوضات السرية. هذه الأنباء تتوافق مع التقارير التي تؤكد وصول عناصر للشرق الليبي الأشهر الماضية تمهيدا لدخولها النيجر. إذا الروس هنا بديلا عن الفراغ الذي خلفه الفرنسيون بعد انسحابهم العام الماضي، وأيضا الأمريكيون الذين طلب منهم المغادرة. هل سيكون لهذا الأمر تداعيات على ليبيا باعتبارها نقطة تمركز؟ وهل ستكتفي واشنطن وفرنسا بإصدار هذه التقارير التي تحذر من التمدد الروسي في أفريقيا؟ بطبيعة الحال إن روسيا تستخدم ليبيا كمنفذ لزيادة تعظيم أهدافها المحققة في وسط وغرب أفريقيا زي ما ذكرت قبل شوية. طبعا روسيا حققت مكاسب في دول وسط وغرب أفريقيا، فطبعا أقرب دولة لها باش تزيد أولها كنقطة إمداد سريعة عن طريق البحر الأبيض، البحر الأحمر والبحر الأبيض الوسط اللي هي ليبيا. وليبيا زي ما تعرفوا هذه موقع استراتيجي، مع حتى الحرب العالمية الثانية جزء منها قامت على الدولة الليبية بين هذا الصراع الدموي ما بين القوى الكبرى. فطبعا زي ما تعرفوا روسيا تبي تكسب مناطق نفوذ وتحافظ عليها. كيف تقدر تحافظ عليها؟ بتستغل مناطق نفوذ أخرى باش تستطيع أنها تستمر في هذا المد في بسط النفوذ والمحافظة على النفوذ اللي حققتها. بالإضافة إلى أن ليبيا الآن زي ما تعرفوا، هذه ممكن في بعض الناس ممكن نسيها شوية، ليبيا الآن تدار تحت مظلة الخمسة أعضاء مجلس الأمن اللي من ضمنهم روسيا وأمريكا وفرنسا المتنافسين الآن على أفريقيا وعلى الساحة الليبية. فطبعا هذا له تأثير طبيعي على ما يحدث في ليبيا، لأن الصراع والمنافسة الدولية اللي تحدث ما بين هذه القوة، وهذه القوة هي مساهمة في إعادة ترتيب الملف الليبي. بطبيعة الحال انعكاسات الصراع ما بين هذه الدول له يا إما انعكاسات إيجابية في حالة توافق هذه القوة، يا إما انعكاسات سلبية في حالة التضارب والتعارض في مصالح هذه القوة. فبطبيعة الحال إن هذا الصراع الموجود الآن على الساحة الإفريقية ما بين القوى العظمى له تأثير كبير على الملف الليبي بالسلب أو الإيجاب. نعم، طيب سيد فتحي الشبلي، بالحديث عن الوضع الأمني في شرق ليبيا ودول الجوار الجنوبي، من الواضح أنه يشغل فرنسا التي أرسل سفيرها الأسبوع الماضي مصطفى المهراج لاستطلاع الأوضاع من المشير خليفة حفتر ومن ثم عقيلة صالح. هل تعكس التحركات الفرنسية مدى القلق الذي تثيره هذه الأنباء عن قرب نشر روسيا للفيرق الإفريقي بشكل رسمي؟ وهل ستكتفي باريس بالتحركات الدبلوماسية عكس ما يقوم به الكرملين اليوم الذي يعزز تواجده العسكري على الأرض؟ نعم، هي قلقة لأن تم طردها من العديد من الدول التي كانت معروفة بأنها كانت مناطق نفوذ لفرنسا في أفريقيا منذ مئات السنين، ولكني أعتقد أن القطار قد فات فرنسا الآن. لم يعد بإمكان فرنسا أن تعمل شيء، لأن الصراع الآن ما بين روسيا وما بين الغرب المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ومن يناصرها من توابعها الأربع، الآن الموضوع أصبح صراع وجود وليس صراع لتحقيق مكاسب معينة. لقد ضحوا بأوكرانيا، الذين يقولون نحن نستبعد أن يكون هناك في ليبيا مواجهة أو أن ستكون هناك حرب. من كان يصدق بالأمس أنه ستكون هناك حرب طاحنة في قلب أوروبا وفي أوكرانيا، وأن يصبح الأوكران مهجرين وأن تدمر المدن وأن تستعمل أعتى الأسلحة؟ من كان يصدق؟
ما الذي تعنيه ليبيا بالنسبة لهم؟ الآن الصراع أما أن ينتصر الحلف الذي تمثله أمريكا أو أن ينتصر الحلف الذي تمثله روسيا، وهذا حتما الموجود والذي تشير به كل الدراسات المتخصصة الاستراتيجية في تقييم هذا الصراع الحاصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا. إذن نحن ما يهمنا في هذا الموضوع، لا تهمنا فرنسا ولا تهمنا أمريكا ولا تهمنا روسيا، كيف نستطيع الخروج من هذه الورطة التي وضعها فينا مجموعة من السياسيين والمتطلعين للسلطة الذين من أجل الاحتفاظ بكراسيهم أوجدونا في 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 ما بين فكي رحى، حولوا ليبيا الآن إلى خطر أن تتحول إلى أرض معركة بالإنابة ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وهذا نحن ما ننبه إليه وما قلناه في العديد من المرات أنه الآن ليبيا في خطر، خطر التقسيم وخطر حرب بالوكالة، وقد حاول الأمريكيون وقناتكم تعرف هذا عن طريق سفيرهم منذ 6 أو 7 أشهر تحريك مجموعات مسلحة من الغرب، ووعدوهم بالدعم اللوجستي ووعدوهم بالدعم المالي لطرد الفاجنة، ولكن العقلاء في ليبيا منعوا هذا أن يحدث، وهذا وهؤلاء لن يتوقفوا عن ذلك، سيحاولون الدفع بأن الموجودين في الغرب يصطدمون بالموجودين في الشرق، وستكون الضحية فيها شباب ليبيا ورجال ليبيا وثروات ليبيا من النفط الموجودة في الهلال النفطي التي ستكون مكانا لهذه المعركة لا سمح الله إن حدثت. فبالتالي ما ننبه إليه وما نريد أن يفهمه الناس، لا تهمنا فرنسا ولا تهمنا روسيا ولا تهمنا أمريكا، ولا كلهم يبحثون عن مصالحهم، وبالتالي يجب أن نبحث عن مصلحتنا في أن نخرج من هذا المأزق بأي صورة من الصور. طيب أذهب أمرر سؤالي لك دكتور وأعود معك دكتور عبد الله حديد، يعني هناك محاور جديدة خلقت ما بعد حرب روسيا وأوكرانيا، هي روسيا تركيا بتعديل وتمتين العلاقات، ومصر وتركيا أيضا وتوجت بزيارة مهمة من أردوغان للسيسي، أيضا يرى أن علاقة مصر بروسيا تعد عادية، يعني هي لا عداوة ولا صداقة في نفس الوقت، لماذا لم نرى انعكاس هذه التفاهمات على الوضع السياسي الليبي بما أن الجميع يقول أن أصل المشكلة هو التدخل الأجنبي؟ نعم، هي ربما هو انعكس بطريقة ربما غير واضحة في الملف الليبي. كيف؟ إذا رجعنا سنة 20 مثلا على سبيل المثال، سنة 20 كان هناك صراع على الأرض الليبية، يعني اعتداء، وكان يعني حرب ليبية بأيدي ليبية بدعم إقليمي لمصالح دول كبرى. كان مثلا الطرفان كانت في مصر وتركيا. ايضا الطرف الثاني كانت في الامارات. بعد سنه 20 راينا هناك يعني العلاقات بدات ترجع تدريجيا بين مصر وتركيا، رجعت بين تركيا والامارات، ايضا بين تركيا والسعوديه، مع انهم كانوا يتخاصمون على الارض الليبيه بشكل واضح جدا لا يخفى يعني على المشاهد. هذا جزء. كذلك ايضا وجود النفوذ المصري ما بعد هذه الأوضاع تقريبا في سنة 26 بدأ الوجود المصري أو التأثير الدبلوماسي يدخل إلى طرابلس، وله عمل ويعني مشاورات وحوارات ممتدة مع الأطراف المحلية. والعكس كذلك، وجود الأتراك في المنطقة الشرقية في بنغازي وطبرق وإلى غير ذلك من هذه الحوارات، لا شك أن هذه الأمور كلها جاءت في سياق التداعيات الدولية. وربما كثيرا ما نسلط الضوء على ما بين الروس والأمريكان، لكن أظن حينما الحديث عن هذين الطرفين لا يمكن إهمال الحديث عن الصين التي لا تزال تراقب ربما من بعيد، ولا أدري لعلها حتى من قريب، ليس من بعيد، يعني تراقب المشهد الليبي ومشهد التداعيات كاملة. كذلك ما حدث في غزة والاعتداء الصهيوني على فلسطين وغزة، وما حدث منذ أكتوبر الماضي، لا شك كذلك أنه انعكس في ليبيا،
وفي هذا الخضم جاءت ربما أقول جاءت زيارة أردوغان إلى مصر. والجدير بالذكر كذلك سيدتي الكريمة أنه حتى وقت الحرب في اللقاءات برلين 1 وبرلين 2 ولقاء جنيف لم تحدث هناك أي مخاصمات حقيقية بين الأطراف الإقليمية المتصارعة في ليبيا. مع الأسف الشديد ربما يقود هذا كاملا أن ليبيا لم تكن إلا مجرد أرض لتصفية هذه الحسابات مع الأسف الشديد. ويعني والأطراف الليبية ربما لم تعي ما حدث جيدا. أيضا حينما ننظر إلى التسارع أحيانا الأوروبي في عودة بعض العلاقات في ليبيا لا يمكن قراءته بعيدا عما يحدث في التداعيات أو المماحكات الدولية في المنطقة. نعم، طيب أذهب معك سيد رامي القليوبي. سيد رامي، يعني أمام هذه المعطيات البعض يرى بأن مسألة تحول المنطقة إلى مسرحا لمواجهات مباشرة بين أمريكا وحلفائها في الغرب من جهة وروسيا وحلفائها الأفارقة من جهة أخرى هي مسألة وقت، وما يمنع حدوث ذلك حاليا هو حرب غزة والانتخابات الأمريكية. هل تتفق مع هذا الطرح؟ وهل من الممكن أن تكون هذه المواجهات يعني تصل إلى الداخل الليبي اليوم؟ أنا أتوقع أنه قد فعلا تحدث مواجهات وقد تدخل أو تصل إلى الداخل الليبي، ولكن في الوقت نفسه أنا لا أتوقع أن تكون هذه المواجهات ساخنة. وليبيا تاريخيا ليست منطقة للنفوذ المباشر على عكس سوريا، ومثلا كانت هناك اختلاف كبير بين المقاربتين الروسية تجاه ليبيا وسوريا، ففي عام 2011 امتنعت روسيا عن التصويت أو فرض حق النقد الفيتو على القرار الأممي الذي أتاح للغرب التدخل العسكري في ليبيا، بينما فرضت روسيا حق النقد الفيتو مرارا على أي قرار يجين السلطات السورية، وكذلك دخلت روسيا عسكريا بشكل مباشر في سوريا. فبالتالي أعتقد أنه قد يحدث نوع من المواجهة غير المباشرة، ولكن نطاقها سيكون محدودا. نعم، طيب أذهب وأختم معك دكتور محمد درميش. يعني دعني أختم باللقاء الذي اجتمع، يعني اليوم يجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد أجانين. كيف نقرأ هذا اللقاء الذي تناول مسألة الانتخابات في وقت تعمل روسيا على الأرض وبشكل فعلي؟ بطبيعة الحال روسيا الآن تبحث على تعزيز مصالحها ومناطق نفوذها، فهي تتصل بالقوة الفاعلة على الأرض من المجلس الرئاسي، من البرلمان، من القوة الفاعلة في الأرض، من الجيش في المنطقة الشرقية أو الجيش في المنطقة الغربية، لكي تستطيع خلق توازن في العلاقات ما بين القوى المحلية. وزي ما تعرفوا أن ليبيا الآن فيها قوة محلية فاعلة على الأرض، وكل قوة لها مناطق نفوذ تسيطر عليها. فطبعا روسيا تعمل في تنسيقات لكي تحاول خلق توازن في العلاقات ما بين القوى المحلية في داخل الدولة الليبية. نعم، كل الشكر لك دكتور محمد درميش الباحث السياسي، أيضا دكتور عبد الله حديد عضو مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، والشكر أيضا لفتح الشبلي رئيس حزب صوت الشعب، وأيضا رامي القليوبي أستاذ زائر في كلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد. أشكركم ضيوف الكرام على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. إذن نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تفضل.
وفي الختام زوروا موقعنا الوسط.ly. ابقوا بخير.